حكم الابن اللي يسمع كلام زوجته ويقطع امه، ثم اذا زوجته رضيت عن امه يكلم امه. ابن ليس بعاقل ولا رشيد، والانصاف في حالات الام مع الزوجه ان تسدد وان تقارب، متبعا للحق، ناصرا للمظلوم، موجها للظالم. فلا يقول احد امي امي واظلم الزوجه، ولا يقول احد زوجتي وزوجتي واظلم امه. كن مع الحق مطيبا للخواطر، سيئسا بسياسة ترضي الله.